السلام عليكم، نرحب بكم في الأسبوع الخامس في مساق مقدمة في المدن والنظم الذكية. اليوم نتكلم على Being Smart What It Means، إيش المعايير اللي ممكن نستخدمها لنقارن بين Smart Cities أو Smart Systems ككل. الآن Smart Components زي Smart Citizen، المواطن الذكي، سمارت governance، الحوكمة الذكية، سمارت تكنولوجي، سمارت هيلث كير، الاي او تي، الانترنت اوف ثينجز، سمارت انفراستراكشر، سمارت بيلدينج، سمارت ترانسبورتيشن، وسمارت انرجي. هذول كلهم كومبوننتس مع بعض بشكل عندنا السمارت سيتي او السمارت سيستم ككل. اي تريبل اي ستاندردز فور سمارت سيتيز، الاي تريبل اي كلكم بتعرفوها، الانستيتوت اوف الكتريكال اند الكترونكس انجينير، هي اكبر انستيتوت في العالم، بيحتوي تخصصات الكهرباء والحاسوب والنظم الذكيه. الاي تريبل اي هاز بين ديفلوبينج ستاندردز فور سمارت سيتيز فور اتس ديفرنت كومبوننتس انكلودينج سمارت جريدز، IoT, e-health and intelligent transportation system, ITS. A specific example of such a standard is ISO 37120, which define 100 city performance indicator, which include 46 core and 54 supporting indicators. The standard, ISO 3712، هذا يحتوي على 100 مؤشر للأداء. المئة مؤشر منهم 46 بسموهم كور اللي هو رئيسي، و 54 supporting داعمة، هذا الانديكيتور. 46 مؤشر رئيس و 54 داعم، هدول هم المعيار الموجود هنا. Some selected indicators are the following، اللي هم ايش هم الانديكيتورز؟ الايكونومي، الاقتصاد، education، التعليم، الانرجي، الطاقه، and environment، البيئه، which can be used by city civic bodies to benchmark their service performance, learn best practices from other cities as well as compare their city against other cities. الان هذه الميت معيار اللي بنتكلم فيهم في قطاع الاقتصاد والتعليم والطاقه والبيئه، هذه الاجسام الرئيسيه اللي هي خلينا نقول مجالس البلديات والمؤسسات المجتمعيه بتقارن ادائها، اداء مدينتها مع المدن الاخرى، او بتقارن الخدمات اللي بتقدمها مدينتها مع الخدمات اللي بتقدمها المدن الاخرى، وبتشوف ايش الممارسات الجيده اللي ممكن تتعلمها من المدن الاخرى في هذا الشان. طيب الكاركترستكس اوف سمارت سيتيز ايش هم؟ سمارت سيتيز في عندنا الكومبوننتس، بنتكلم على الكومبوننتس زي الانفراستراكشر، البيلدينج، الترانسبورتيشن، الانرجي، الهيلث كير، التكنولوجي، الجوفرنس، الادوكيشن، والسيتيزن اللي تكلمنا عنهم قبل شويه. الاتريبيوت المواصفات، بنتكلم على السستينابيليتي اللي هي الاستمراريه، الكواليتي اوف لايف نوعيه الحياه، اوربنايزيشن التمدن، وسمارتنس الذكاء. الآن التيمز اللي بنتكلم عنها، بنتكلم على الإيش اللي هي المحاور، السوسايتي والإيكونومي والإنفايرمنت والجوفرنس والإنفراستراكشر. موجود عندنا بنتكلم على الفيزيكال اللي هو الموجود بحقيقة، الآي سي تي الإنفورميشن أند كوميونيكيشن تكنولوجي، والسيرفيسز الخدمات المقدمة. هذه بشكل عام نحدد الكاركترز. الآن four core themes for smart cities اللي هم يعني اللي بحدد القواعد العامة اللي بنتكلم عليها، بنتكلم على society المجتمع، بنتكلم على economy الاقتصاد، بنتكلم على environment اللي هي البيئة، بنتكلم على governance اللي هي الحوكمة. The society theme of smart city signifies that the city is for its inhabitants or the citizens. يعني جزئية المجتمع بتقول انه المدينة الذكية هي بتركز على انه المدينة ليه
اللي بيعيشوا فيها أو للمواطنين فيها. الإيكونومي the economy team of a smart city signifies that the city is able to thrive with continuous job growth and economic growth. أهم إشي في الاقتصاد إنه في وظائف، يعني نمو في عدد الوظائف ونمو في الاقتصاد، هذا أهم إشي. The environment team of smart city indicate that the city will be able to sustain its core function and remain in operation for current and future generation. يعني إيش اللي بنتكلم عليها؟ بنتكلم على environment team، إنه هذه هي بتركز إنه يعني هي في عندها استدامة إنها تضلها ماشية بوظائفها، في نفس الوقت تحافظ على العمليات للأجيال الحالية والأجيال القادمة. يعني هي بتحافظ على بيئة خضراء، بتحافظ على بيئة صحية، مش بس للأجيال الحالية، للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية. يعني بتلوثش، بتدمرش البيئة الحالية عشان تستفيد الناس حاليا، والأجيال المستقبلة يتم التضحية بها. The governance team of a smart city suggests that the city is robust in its ability to administer policies and combining together the other elements. يعني هي ايش بدها تسوي؟ هي يعني نتكلم على governance، انه هي robust in its ability، يعني هي تتأقلم بقدرتها على إدارة سياساتها، و في نفس الوقت دمج العناصر الأخرى فيها. يعني بشكل عام هي القدرة على أنه تضع سياسات، السياسات هذه inclusive، تتضمن الكل، هذه السياسات تحافظ يعني تشارك فيها الكل في وضعها، الكل يتشارك فيها في التطبيق، والكل يتشارك في المراقبة والتقييم فيها. هذه هي يعني الأقسام الحقية للإيش، للثيمز اللي بنتكلم عنها. الآن الانفراستراكشر اوف سمارت سيتي اللي هي البنية التحتية include physical and information and communication technology and services. الآن يعني ثلاث شغلات، السيرفيسز والفيزيكال والآي سي تي. الآن الفيزيكال انفراستراكشر نون سمارت عادة هو موجود حقيقي، بتكون من مباني، من طرق، من خطوط قطارات، بتكون من خطوط كهرباء، بتكلم من خطوط مية. هذه هي البنية التحتية، يعني بتتكلم انت عن حاجة موجودة فيش فيها اي ذكاء. الان الاي سي تي اللي هي بتتكلم، هذه هي اللي بتربط الكل مع بعضه وبتخليها، بتضيف عنصر الذكاء فيها. الآن هذه